تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع. إن شاء الله تكون بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي تتحقق فيه أمانينا، ننجز فيه، نخدم فيه هذا الوطن المعطاء عن طريق الإخلاص في العمل والحرص على تقديم الأفضل في شغلنا. هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، معاي اليوم في الإخراج أيمن سرحيل أبو نوح يعطيك ألف عافية، ومعاي في التنسيق ميرا المري، والشكر خاص لفريق الإعداد اللي يعد فقرات صحة وسعادة كل يوم في قسم الاتصال المؤسسي إدارة الإعلام في هيئة الصحة بدبي، إلا ما شاء الله مو مقصرين في تحضير الحلقات، ترتيب مع الضيوف، تحضير الأسئلة وغيرها. هذه كلها جهود خلف الكواليس إحنا ما نشوفها ما نحس فيها، لكن بهذه الجهود يطلع برنامج صحة وسعادة بشكله اللي أنتوا تشوفونه. طبعاً أول شيء نبتدي برسالة اليوم، نتحدث عن رسالة اليوم متعلقة بحديث الساعة، وهو طبعا فيروس الكورونا المستجد. شو أهم نقطة عندنا اللي هي ما هي طرق انتقال فيروس الكورونا المستجد؟ من توصيات هيئة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتفادي طبعا الاقتراب من الأشخاص اللي عندهم أعراض تنفسية مثل الكحة، مثل الزكام، العطس. هذول المخرج قاعد يعطس الكحة. يعني مثل ما نقول تفادوا أماكن الزحمة يا جماعة. يعني طبعا لما نروح مكان مثلا وقت الذروة تكون أماكن معروفة فيها وقت الذروة وفيها وايد ناس، صعب جدا حتى تتميز منه عنده أعراض منه ما عنده أعراض منه مريض، فيفضل تبتعدون هالفترة شوية عن أوقات الزحمة. رقم اثنين طبعا تجنب الحيوانات حية كانت أو ميتة، مثل ما نروح مثلا أسواق المواشي وغيرها. وغسل اليدين أهم شيء، أهم شيء، أهم شيء، غسل اليدين. نخلي المعقم معانا في إيدنا طول الوقت، لأن فيروس الكورونا المستجد هو عبارة عن فيروس يصيب يعني يسبب أعراض الجهاز التنفسي من كحة وزكام وألم في الجسم وحرارة وغيره، فينتقل عن طريق اليد بشكل كبير. فلازم نحرص ان احنا ننظف ايدنا جيدا قبل لمس الوجه والعين. ايضا في ناس عبالها بس نغسل ايدنا قبل الاكل، مو بس قبل الاكل، يعني مثلا احنا اي مكان لمسنا الطاولة او شيء نعقم ايدنا جيدا قبل ان نقوم بلمس الفم، لمس العين، لمس الوجه، لان ممكن الفيروس ينتقل لوجوهنا او عن طريق الجلد يدخل الى جسمنا فنصاب بالفيروس. وارد اشدد ان ناخذ المعلومات فقط من المصادر الرسمية. وما شاء الله انا ملاحظة حاليا يعني انتقلنا من مرحلة ان الاشاعات الكذابة اللي فيها فوائد تهويل، صار في الانتشار للفيديوهات التعريفية اكثر بالفيروس وطمأنة الناس، وهذه المرحلة الصحيحة. حما هذا معناها الناس الحين صار عندها وعي اكثر، فتلاقي مختصين يطلعون ويقولون عن يشرحون عن الفيروس والارقام الصحيحة وكيف نحمي نفسنا وشو نتوقع من العلاج وغيره وغيره، فصار في اكثر وعي. فنبغى هذه الفيديوهات الحين نسمعها، وهذه الفيديوهات اللي يتم الترويج لها، ما نروج لأي أرقام مو بصحيحة أو معلومات أو فيديوهات فيها كلام حد يعني ما نعرف هذا هو الطبيب ولا شو 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 وظيفته، ويتكلم عن الفيروس وممكن يفتي فيه إفتاءات ممكن تسوي هلع ما له داعي. ننتقل إلى أسماء الجناحي، راح تقولنا ما هو جديد السوشيال ميديا. بما أني قاعد أتكلم عن السوشيال ميديا نروح لأسماء ونشوف ما هو جديد السوشيال ميديا. أسماء صباحك ورد. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك على كل المستمعين إذاعة نور دبي. علينا وعليك حبيبتي. ها شو جديد السوشيال ميديا في هذا الويكند الجميل؟ الشغل الشاغل الحين عند الناس والوسم ترند هو فيروس كورونا. وهذا يعني أمس كان فيه مؤتمر صحفي، يعني كان يعني
ما شاء الله يعني أخبار المؤتمر الصحفي في كل مكان. صحيح. فأمس فبعد هذا كان الوسم شوي متصدر الترند، ومتصدر الترند في العالم كله يعني مو بس عندنا نحن. بعض النصائح اللي نقولها للناس إنه يعني أهم شيء هو يعني الناس يقولون ليش مركزين وايد عن غسل اليدين، خلاص عرفنا، لكن جدا مهم اللي يسوونهم يعني غسل اليدين بالطريقة الصحيحة. احنا يعني كنا نغسل يدنا، بس يعني هل نغسل يدنا صح ولا لا؟ هل يعني المفروض يكون بعشرين ثانية يتغلغل كل الأصابع، بين الأصابع، الكف، ظهر اليد؟ هاي أشياء وايد مهمة، يعني مو بس مع كورونا، مع أي فيروس دكتورة، يعني إن نعم سواء كان موسم إنفلونزا أو موسم، فهذا أصلاً المفروض واحد يسويه حتى لو ما في شيء. صح. يعني البكتيريا موجودة في كل مكان، يعني دائماً تشوفي هالفيديوهات اللي يحطون أو كم بكتيريا موجود عند مقبض الباب وكم بكتيريا. صح. فأصلاً غسل اليدين مهم سواء كان في فيروس ولا ما في فيروس، وهذا الشيء لازم يعني نحن خاف بعد هالفترة ناخذه كعادة، نغير شوي من أطباعنا السلبية وما نغسل إيدنا بجزء من الثانية. صح. ناخذ وقتها نحن نغسل حتى إيدنا تلاقي الايد نصها في صابون نصها ما في صابون، زي كيف غسلتوا ايدكم انتم؟ ما في صابون بس ماي وساعات ماشي بالمرة، ولا يحطون ولا نص ولا ربع، ولا ربع بس صابون، لا ماي حول ولا قوة خلاص. الا بالله. فيعني هاي من يعني الأشياء نحن نتمنى هي تسوي ثقافة عند الناس موضوع صحيح غسل اليدين. صحيح. وإن الإنسان مثلا في بعض المعلومات المغلوطة إن الواحد لازم يلبس ماسك، مو لازم يلبس ماسك، وهذه معلومة غير صحيحة. صحيح. والكمامات يعني يلبسونها في حالتين، يا أن واحد ياخذ ويهتم في شخص عنده عدوى تنفسية مثل العطاس والزكام وغيره، أو أن الواحد هو مريض عشان ما يعدي غيره، يعني اللي فيه نفس الشيء المزكم وهذا الأشياء اللي يلبسونه عشان ما يعدون غيرهم. بس إذا واحد صاحي الأفضل أنه ما يلبس. صحيح صحيح. إنزين، وإذا وناخذ بعد بعض الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، من نحن تقريبا اختتمنا الأفكار حصاد الإبداع كان على مدى شهر فبراير، وطلبنا من الناس إن يشاركونا بمبادراتهم الخاصة بخطة الخمسين، صحيح. وهذول كلهم إن شاء الله بيكونون يعني أفكارهم اللي سلموها راح نعطيها لأصحاب الاختصاص وأصحاب القرار، إن شاء الله إن الأفكار هاي تتطبق بالطريقة يعني اللي تتناسب كل الفاسيلتي ده والقطاعات الموجودة عندنا في الهيئة. ممتاز. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: قد تعمل اليوم على بداية تحدي جديد لك في العمل، لا تجعل الخوف من الفشل يفسد عليك نجاحك، فكر بإيجابية واعمل بها. مو بس نفكر نقول أنا إيجابي، لا، نشتغل بإيجابية. صحيح. ونتمنى كل شخص اليوم عنده مشروع جديد الله يوفقه، واللي ياسين يشتغلون على مشاريعهم الله يوفقهم كلهم، ودبام من موسم امتحانات نتمنى توفيق أيضا لكل الطلبة. ودمتم بصحة وانت وسعادة. بصحة وسعادة يا أسمة، شكرا لك. نتمنى إن شاء الله توفيق لجميع الطلبة اللي يحضرون امتحانات، ولا تحاتون الكورونا، إن شاء الله ما بيمنع الامتحان، كنا نروح امتحاناتنا، نتوكل على الله، نستودع الرحمن نفسنا، ونذاكر ونجتهد، لأن إحنا لما نذاكر ونجتهد وننجح في امتحاناتنا فنحن نخدم الوطن. فما نبغى الأمهات في فزع، ولا لا تروح الامتحان ولا تداوم، لا، يروحون الامتحانات ويروحون المدارس. الجهات الرسمية نفسها قالت المدارس تكون مفتوحة والناس تسير، أهم شيء مثل ما قلنا الاحتياطات اللي كذا مرة إحنا عدناها، ومن تبطلون وسائل التواصل أيضا مذكور فيها الاحتياطات، وإن شاء الله أهم شيء طبعا أهم شيء نستودع الرحمن نفسنا، وإن شاء الله الأمور كلها طيبة. نروح للفقرة التغذوية، بيكون معانا أخصائية التغذية عفرة القطان، بتكلمنا عن الفواكه المجففة. صباحك ورد أستاذة عفرة. صباح الخير، حياك الله، الله يحييك. الحمد لله بخير. عليكم. طبعا موضوعنا اليوم راح يكون موضوع بسيط، عبارة عن الفواكه المجففة، راح نتكلم بشكل عام عن فوائدها وش هي الأنواع أنواعها. طبعا الفاكهة المجففة نفس ما نعرف هي يتم إزالة معظم المحتوى المائي منها باستخدام طرق التجفيف مثل الشمس أو الطرق الأخطر، فيؤدي إلى انكماش هذه الفواكه المجففة أو الفواكه الطازجة وصغر حجمها، وبالتالي يرتفع محتواها من السعرات الحرارية. أن أيضا تتميز الفواكه المجففة أن يمكن نحافظ عليها لفترات أطول من الفواكه الطازجة، فتعتبر خيار ممتاز كوجبة خفيفة. ممتاز. أيضا أظهرت دراسات أجرتها هي منظمة الصحة الوطنية وفحص التغذية في الولايات المتحدة أن هناك علاقة بين تناول الفواكه المجففة وانخفاض مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر، وانخفاض أيضا نسبة تكدس الدهون في منطقة البطن.
جميل ممتاز. نعم ممتاز. فنحاول ندخلها يعني في نظامنا الصحي أو نظامنا اليومي. راح نتكلم بشكل عام عن الفوائد المجففة بشتى أنواعها. أن المؤشر الجلايسيمي للفواكه المجففة منخفض، ومؤشر التعريف هو مؤشر يوضح تأثير استهلاك الغذاء على مستويات السكر في الجسم. فبالتالي إن إذا تناولها مريض السكري ما لا يسبب ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم، فبالتالي راح تكون كوجبة خفيفة ممتازة لمرضى السكري كبين الوجبات الرئيسية. أن أيضا تحتوي على نسبة منخفضة جدا من الصوديوم ونسبة جيدة من عنصر البوتاسيوم، اللي نفس ما نعرف أن البوتاسيوم يحافظ على صحة القلب ويحسن أداءه ويخفض أيضا من معدل ضغط الدم المرتفع. أن أيضا بشكل عام الفواكه المجففة نفس ما نعرف مصدر غني بالألياف الغير قابلة للذوبان، اللي هي ضرورية لتحفيز الحركة الهضمية وتنظيم وتسريع مرور الطعام خلال العام، اللي هو أيضا الناس الذين يعانون من الإمساك راح تعتبر هاي الفواكه المجففة خيار ممتاز لهم. أن أيضا مثلا إذا ضربنا مثال أن نص كوب من الزبيب يعطينا 9% من القيمة اليومية للألياف، وهي قيمة مرتفعة جدا للألياف. وأيضا إذا أخذنا أيضا من البرقوق 100 جرام من البرقوق، اللي هو تقريبا أيضا نص كوب، راح يعطينا أكثر من 8 غرامات من الألياف اليومية اللي يحتاجها الجسم. راح نتكلم اليوم عن نوعين من الفواكه المجففة، اللي هو البرقوق والتين المجفف بشكل عام ومختصر. أن البرقوق نفس ما نعرف يكون الحصول عليه عن طريق التجفيف الخوخ، وأيضا يعتبر مصدر غني بالبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين K، وأيضا له خصائص ملينة مثل ما قلنا عالي بالألياف، ويساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي والتخلص من الفضلات بسبب محتواه المرتفع من الألياف وأيضا مادة السوربيتول. ومادة السوربيتول هي من الكحوليات السكرية الموجودة بشكل طبيعي في هذه الفواكه، فبسبب هذه المادة يعتبر أيضا من الملينات الطبيعية، ويساعد أيضا على مكافحة بعض الأمراض باعتباره مصدر غني بمضادات الأكسدة اللي هي تمنع أكسدة جزيئات الكوليسترول الضار، فبالتالي تساهم في الوقاية من أمراض القلب وأيضا من أمراض السكري السرطان. النوع الثاني راح نتكلم عنه التين المجفف. أيضا يحتوي كل 28 جرام من التين، أي تقريبا 3 أو 4 حبات من التين المجفف، على 3 جرامات من الألياف، التي يمكن أيضا تساعد على تخفيف الإمساك وزيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، وأن أيضا فائدتها تخفض الكوليسترول والسكر في الدم. أيضا تعتبر مصدر نباتي غني للكالسيوم، فهو يوفر 5% من القيمة الكمية الغذائية اليومية للكالسيوم. أيضا للناس النباتيين فهذا يعتبر مصدر كالسيوم ممتاز للناس النباتيين. أيضا يساعد على الوقاية من هشاشة العظام. أن أيضا احتوائه على فيتامين كاف، اللي هو ضروري لعملية تخثر الدم الطبيعية، وأيضا نفس ما قلنا عالي بمضادات الأكسدة العالية التي تقلل من أضرار الجذور الحرة اللي على خلايا الجسم. أن النوع الثالث اللي هو الأشهر نوع التمر نفس ما نعرف، عالي بمضادات الأكسدة وعالي أيضا بالحديد. أيضا الناس اللي عندهم أنيميا يقدرون يأخذون الفواكه المجففة كمصدر للحديد. فهذه بشكل عام هي بعض الأنواع الفواكه المجففة، فنقدر ندخلها بين وجباتنا الصحية كوجبات خفيفة، وأيضا لأنها نقدر نحافظ عليها لفترات أطول، نقدر نأخذها مثلا لرحلات الطويلة أو مثلا أماكن العمل كسناكس أو نفس ما نقول وجبات خفيفة. ممتاز ممتاز، شكرا لك أستاذة عفرة القطان اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك اليوم بخصوص الفواكه المجففة. شكرا، نهارك سعيد. الله يخليكم، مشكورين، يعطيكم العافية. الله يعافيك. من بعد الفقرة التغذوية لازم نطلع فاصل، وبعد الفاصل نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. ضمن جهود التوعية التي يقوم بها مستشفى دبي لرفع الوعي والتثقيف الصحي بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من مشاكل السمع، ينظم المستشفى يوم بعد غد الثلاثاء
حملة توعوية بمناسبة يوم الأصم العالمي. للتعرف على هذه الحملة يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتور جمال قسومة، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي. صباحك ورد دكتور جمال. أهلا، صباح الخيرات، يا أهلا بكم. سلامات دكتور جمال. نتكلم أول شيء عن يوم الأصم العالمي، ما هو هذا اليوم وشو الهدف من تخصيص يوم لهم، وبعدين نتكلم عن الحملة اللي أنتم منظمينها. اليوم الأصم العالمي، أول شيء نعرف الناس أنه في ناس عندهم هالإصابة. نعم. يعني ممكن العالم، الناس اللي بعيدين عن هالموضوع ما عندهم فكرة نهائية عن الصمم وأسبابه. اثنين، لتوعية الناس اللي عندهم الإصابة لأهمية التداخل المبكر. نعم. لأنه كثير بظن الناس أنه ليكبر الولد شوي، ليفهم شوي، نحط له السماعة أو المعينة السمعية ولا نعمل عملية. فإذن الغرض توعية الطرفين، اللي ما بيعرف يعرف. نعم. ما يعطي نصيحة غلط. واللي بيعرف نفهمهم فائدة التداخل المبكر. ممتاز. خبرنا عن الحملة اللي أنتم سوينا، شو بيكون فيها مثلا، في فعاليات معينة تستهدف فئة معينة، أعمار؟ نتكلم أكثر عن الحملة. الحملة حيكون هنا واقفين أنا كجراح، وعنا قسم السمعيات، وعنا قسم التأهيل. يعني مشفى دبي تتميز بوجود فريق استشاري مغطي كافة النواحي، الحلول السمعية فيك تقولي. نعم. إن كان معينة سمعية، الحل هو حلين، معينة سمعية أو زرع قوقعة. طبعاً إحنا زرع القوقعة مغطي دبي والإمارات الشمالية، ولكن مو كل الأطفال بدون زرع قوقعة أو المرضى قد تنحل الموضوع بمعينة سمعية. فإذا أول ما يجي المريض بتحول لعيادة أذن حنجرة، شوفوا أنا حط فحص السريري، بعدين بحطه على عيادة السمعيات. عيادة السمعيات ممكن يبقى له أسبوعين ثلاثة بعيادة السمعيات، كل يوم بيعملوا له مجموعة من الاختبارات، ليس اختبار واحد فينا نعتمد عليه، بنجي مجموعة من الاختبارات اللي هي عندنا نوعين من الاختبارات، حبسطها للأخوة المستمعين، في اختبارات شخصية وموضوعية. الاختبارات الشخصية بناخذ استجابة من المريض. نعم. يعني الطفل من الشهر السابع، برجع بأكد على هيك، يلتفت نحو مصدر الصوت إذا كان تطوره الحركي طبيعي، التطور الروحي الحركي طبيعي. نعم. فإذا في شيء بنعمل له الساحة الحرة، معطيه صوت وقاعد بالغرفة المعزولة بيلتفت نحو مصدر الصوت. إذا لقيناه مو كثير مهتم، في اسمه تعزيز الساحة الحرة بالتعزيز البصري. نعم. يعني بعد ما يلتفت تضوي لعبة، تضوي كذا، بيمتت وبيحس هو إن التفت نحو مصدر الصوت. في شيء مسلي. ممتاز. لما عمره من فوق الثلاث سنين في شيء اسمه بلايديومتري أو تخطيط باللعب. نعطيه ليجو، من الأول ما تسمع الصوت حط الليجو فوق بعضه، يعني بحس هو حاله عم يلعب بس احنا مخطط له بنفس الوقت. صحيح. هي فوق الخمس سنين بصير تخطيط السمع متبع الكبار. هي الاختبارات الشخصية اللي احنا بناخذ الاستجابة من المريض مباشرة. عندنا شيء اختبارات الموضوعية اللي احنا بناخذ الإجابة من الجذع الدماغ أو من الدماغ. هو إذا طفل صغير لكل الأطفال بنعمل لهم مسح شامي، كل الولادات الجدد في كل دولة الإمارات الحبيبة على قلوبنا جميعا، ما بيطلع الطفل من المستشفى يعمل شيء اسمه اختبار البث الصوتي او البث القوقعي هم بسموه. هل بيقول سمعه طبيعي ولا غير طبيعي؟ سمعه طبيعي خلاص تطلع الام مع الوليد ما في مشكله. اذا سمعه غير طبيعي او طلع فشل بهذا التست اللي هو سكرينينج تيست او اداه مسح، بنجيبه مره ثانيه بنعيد الفحص. اذا طلع مره ثانيه سلبي معناته في مشكله، بنعمل له جذع دماغ. جذع دماغ بناخذ الاستجابه، طفل هلا ولدان ولا عمره شهر ما حيستجيب معك. نعم. بس فينا ناخذ الاجابه من جذع الدماغ. من جذع الدماغ بيقول عنده نقص سمع ولا لا، بنعيد التخطيط مره ثانيه بالشهر السادس، بيكون صار نضوج كامل لجذع الدماغ، وبالتالي الاستجابه اللي اخذناها حتكون حقيقيه. ونقارن الاختبارات الموضوعيه اللي اخذناها من الدماغ بين الشهر السابع والسنه مع الاختبارات الشخصيه. نعم. مقاطع المعلومات مع بعضها، إذا لقينا متقاطعة وقدرنا نحدد العتبة السمعية، تضع المعينة السمعية من الشهر السابع. برجع بأكد بليز، المعينة السمعية من الشهر السابع. نعم. يبدأ تطور الكلام واللغة من الشهر السابع. الطفل بيصدر أصوات، بيلحن الأصوات عن طريق السمع. نعم. كان يعمل بس هو سمعنا احنا. فإذا من الشهر السابع بيبدأ، لذلك المعينة السمعية من الشهر السابع. نستعمل المعينة السمعية ست شهور.
نرجع نقيمه بنعمل له تخطيط مع المعينة السمعية. وقت منلاقي ما في استجابة تذكر مع المعينة السمعية، مع أقوى معينة سمعية متواجدة بالماركت، عندها تستطب عملية زرع الحلزون، زرع القوقعة، وأحسن عمر للعملية هو عمر السنة. فإذا نحن نقوم بهالتوعية لحتى ما يعني ما يتأخروا الأطفال. للأسف عم نشوف أطفال متأخرين، الأهل مو مستوعبين الموضوع. أهمية التداخل كثير مبكر. الفترة الذهبية لتعلم الكلام واللغة هي أول 5 سنين من العمر. إذا ما ساعدتي بمعينة سمعية أو بقوقعة في حال وجود استطباب للقوقعة بتأخر، وبالتالي بتخف الفائدة كثير بين 5 و10، بتخف كثير أكثر فوق 10 سنين. لذلك أهمية التداخل المبكر. الغاية من الموضوع هو نقله من عالم الصم، يعني الطفل اللي حط سماعة ولا نعمل له عملية، بعد 2-3 بصير مثلي ومثلك. إذا حتى اجتماع ما بشعر إنه طفل عامل عملية. حتى شوف الطفل من فترة، أنا قلت له أنت صار في الجامعة، أنت مخبر رفقتك في الجامعة إنه عامل عملية؟ قلت لي لا، أنا عامل العملية مش 15 سنة، كان عمره 4 سنين، صار في الجامعة ما مخبرته. وهن المحاسين إنه المحاسين إنه البنت عاملة عملية. قلت لي ما مخبرتهم. قلت له بس وقت التخرج وتسلمي الشهادة المفروض تخبري قدام الناس كلها إنه أنت كان عندك إعاقة، تغلبتي عليها، رجعتي إنسانة طبيعية وأخذتي شهادة البكالوريوس. نعم صحيح. فإذا الغاية نقل الإنسان من عالم الصم إلى عالم الناس الطبيعيين، وبالتالي تغلبنا على المفروض بعد 10-15 سنة هذه الإعاقة تعتبر من التاريخ. يعني لأنه في حل، سماعة أو قوقعة، إلا في حالات نادرة بيكون ما في عصب سمعي، وقتها بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيحول واحد على الإشارة. نعم. بس 90-99% في لحل الموضوع. وبالتالي بنادي الأهل بليز جيبوا الأطفال، إذا شاكين ما يسمعوا منيح لا تنتظروا. نعم. جيبونا على مشفى دبي، مشفى دبي مجهزة بأحدث الأجهزة. وبالنسبة للأخوة المواطنين كله مجانا. نعم. المعينات السمعية مجانا. القوقعة بالطرفين مجانا. للحديث بالموضوع نعمل قوقعة بالطرفين مجانا. نعم. وبالتالي والحمد لله نفتخر، أنا أفتخر إحنا كفريق. النسبة العالمية لحدوث المضاعفات عالميا بأحدث المراكز، يعني عم بحكي على جون هوبكنز، عم بحكي على هانوفر بألمانيا، عم ميونخ بألمانيا. بطلع أنا بتابع مؤتمرات، نسبة حدوث المضاعفات عندهم من 1-2%. نفتخر في مشفى دبي أن نقول نسبة المضاعفات إلى الآن صفر. إلى الآن 7 سنين عم نشتغل، عندنا 500 عملية، يعني المفروض حسب النسبة العملية يكون عندنا من 5-10 مضاعفات. نعم. إلى الآن صفر، وإن شاء الله بتبقى صفر. فإذا مشفى دبي أو وحدة زراعة القوقعة بمشفى دبي تضاهي المراكز العالمية. أنا بقدم نتائجي بست ما بستك يا حبيبي، ولا ما صار معنا مضاعفات الحمد لله. بنصح الأهل دائما يراجعوا مشفى دبي. بهاليوم هو حملة توعية، قد يجي أطفال عاملين عملية زراعة قوقعة وحاطين سماعات، حيكون في فعاليات إن شاء الله. والغرض منا توعوي، هو توعوي للي ما بيعرف وللي بيعرف نعرفه أكثر. صحيح. دكتور جمال، المر على السريع على شو أهم أسباب أن فقدان السمع أو أن الطفل ما يكون قادر على السمع، وشو الأعراض اللي الأم تتوقعها، ومثل ما يعني سريعا المرحلة من أي عمر المفروض تتوقع أو تنتبه أن في مشكلة، من 7 شهور أو قبل أو بعد؟ قبل بحس هو بعمر الشهر، مثل ما عمر تكلفة الأصوات بالعادة، الطفل مثلا خبطة قوية بينقص، بتلاقي بي 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 إيديه ورجليه بيحرك، إيديه ورجليه يعني بصوت قوي. صحيح. بتلاقي إن خبط الباب ما تحرك الولد، هون بيشكوا إنه والله في مشكلة عند الولد. أنت بالأصل بوجود المسح ما هتحتاجي تعملي شيء، لأنه عمليا الطفل ما عم يطلع من مشفى دبي دار الولادة ولا مشفى لطيفة ولا مشفى كل المشافي، حتى المشافي الخاصة صار فيها هذا الجهاز. نعم. فإذا هذا وفرنا على الأهل، ما هيطلع لأنا أعمل له هذا التست. صح. بس اللي مو عامل التست، اللي موجود بمنطقة ولد المستشفى ما فيها الفاسيليتيز هاي، هيلاحظوا ان الولد خبطة باب صوت قوي ما بيرتكس نهائيا. نعم. ما بيشبه اخوه. فاذا بيلاحظوا الملاحظة يجب مراجعة اقرب مشفى لهيئة الصحة او وزارة الصحة، يعملوا اختبارات اللازمة. هلا تصير عمره 7 شهور، مثل ما قلنا بده يلتفت نحو مصدر الاصوات، ممكن شوي شوي يتعلم اسمه. يعني اذا قلت له أحمد مثلا بيلتفت أحمد. صح. فإذا عم يسمع الصوت وما عم يلتفت، وقتها يجب مراجعة المشافي وإجراء الاختبارات السمعية. ممتاز. الأطفال الأكبر الأوقات بتكون عيلة 10 أولاد محاسين عليهم، ممكن يصير تأخر نطق عنده.
احنا ما بنحكي انه عم يسمع ولا صمم، في درجات لنقص السمع، خفيف، متوسط، شديد، عميق. هلا قد يكون عنده خفيف متوسط، هذا اللي ما بينحس عليه، هذا المشكله اللي عم يروح. لذلك وقت المفروض الشخص الطبيعي من خلف يسمع الصوت المهموس، يعني اذا من الخلف توقف امه وراه على بعد متر متر ونص نادي له باسمه بصوت مهموس، يجب ان يسمع الصوت المهموس من الخلف على بعد متر متر ونص بدون ما يشوف الوالد او الوالده اللي وراه. نعم. اذا ابنك ما سمع الصوت المهموس على المسافه عنده مشكله. علي صوتك شوي، سمع الكلام المحكي. الصوت المهموس شدته 30 ديسيبل، فاذا سمعه على بعد متر ونص لمترين طبيعي. نعم. اذا ما سمع معناته عنده نقص سمع خفيف أسوأ. سمع الصوت المحكي اللي هو شدته 60 ديسيبل، فاذا عنده نقص سمع متوسط الشده. فاذا بتلاقي الطفل الصوت العالي عم يسمع الخفيف ما عم يسمعه، يجب تحويل وكثير اوقات بتكون الموضوع مش بالعصب، موضوع في سائل بالاذن الوسطى بنسميه نعم. احنا بالعربي التهاب اذن الوسطى مصلي، او كيسه سائل خلف غشاء الطبل، وهي كثير شائعه عند الاطفال. إلى علاج دوائي 70% بينجح العلاج الدوائي، اذا ما نجح العلاج الدوائي في علاج جراحي. فاذا مو شرط دائما يكون ضعف العصب، او فرضا لاحظوا الاهل ولا عم يسمع طبيعي وبدا يحكي تراجعت الكلام وما عاد مفهوم، او بس بيكون بالمدرسه خف اداؤه بالمدرسه. نعم. يعني بتيجي المدرسات انه الطفل عم مهمل صاير، عم يطنش، ما له مهتم بالدرس. اذا كان ذكي كثير الولد ومهتم، هن مو منتبهين، هلا ما عم يهتم لانه ما عم يسمع منيح. لذلك وقت بتجي المدرسه بتقول للاهل الطفل كان كويس والان مو كويس، ما عم ينتبه لنا، ما عم ينتبه للدرس مزبوط، احتمال يكون ناقص سمعه. صحيح. لذلك يجب نفي نقص السمع في هذه الحالة. فإذا الأهل يضلوا على وعي دائما، مثل ما قلت لك يجربوا الصوت المهموس بغرفة راكنة، غرفة هادية من الخلف، إذا طفل صغير التفت ناديت له باسمه التفت خلاص، إذا ما التفت يجب مراجعة وإجراء التخطيط اللازمة. ممتاز ممتاز. هلا أهم الأسباب، أهم الأسباب إذا سألتيني على الأسباب، في عندك أسباب خلقية وأسباب مكتسبة. نعم. الخلقية اللي ولد أصلاً. أهم الأسباب الوراثة. أنا عامل دراسة مو بالإمارات، عم نعمل دراسة، هلا بدينا نعمل دراسة، صارنا 500 مريض. هلا عندنا طلاب الدراسات العليا، عندنا صار في مركز دراسات عليا هون بالمشفى. هلا بدينا ببحث يتناول 500 حالة اللي سويناهم نشوف قديش نسبة الإصابة الوراثية هون بالإمارات، لأنه بدك كمية كافية، 500 عدد كافي. هلا بدأت أحد طالباتنا تبدأ في الموضوع، إن شاء الله خلال سنة بيخلص البحث، وبالتالي فينا نعرف أسباب الصمم الشائعة في بلدنا الثاني الحبيب الإمارات. أنا عامل دراسة بسوريا لأول 225 مريض عملت لهم الزرع، طلع الثلث سبب وراثي. الثلث الثاني الأم والأب قريبين. الثلث الثالث مكتسب. هلا زمان عملنا مؤتمر صحفي، انا والدكتور حسين عبد الرحمن اللي هو رئيس جمعيه الاماراتيه لطب الاذن والحنجره، عم نحكي عن الصمم وتوعيه عن الصمم. عملنا نداء من خلال المؤتمر الصحفي، وطبعا حط على النت وحط علي انه رجاء العائلات، وانا بوجه كمان الرجاء من خلال منبركم ما شاء الله اللي له شعبيه كثير ممتازه بالامارات، انه الاهل اللي عندهم اصابه وراثيه سواء صمم او غير صمم، تجنب زواج الاقارب ما امكن. نعم. واحنا ما بدنا نغير البنيه الاجتماعيه للمجتمع او البنيه whatever، بس نحن بنقول توعيه انه تحاولوا تجنبوا زواج الاقارب ما امكن. يعني في عندنا كذا عائله دون ذكر المنطقه، ولدين ثلاثة صم، الأب ما فيهم شيء، بس عندهم إصابة وراثية بالعائلة، والأم ولد والأم والأب ولاد عم أو ولاد خالة. فإذن طب أوكي، إذا بعدتوا عن بعضكم شوي، اختلطوا مع موريثات ثانية، احتمال حسب قانون الوراثة الاحتمال أقل يجي أولاد صم. يعني تخيل الأب والأم ما فيهم شيء، صار زارع على ثلاثة أولاد. إحنا ما بنقول ما تتزوج بنت عمك، بس هي إصابة وراثية، يجب توعية الأهل، توعية الشباب الصغار. نعم. اعتبرها مثل أختك، لانه الاجيال انت حتعانوا بالاخير، حتعمل عمليه وحتعانوا في معاناه طويله مع الاطفال، لانه الزرع عباره عن طريق طويل. صحيح صحيح. للاسف صار معنا بعدها انه اتهمونا بالكفر، انا ما بعرف شو العلاقه بالدين الاسلامي، كلياتنا الحمد لله نفتخر باننا متدينون ومسلمون، ما لها علاقه، في شيء اسمه عقل وتوكل. اكيد اكيد اتهمونا هيك، انه
عقل وتوكل. يعني انت الله خلق لك العقل اللي تفكر فيه، اذا العلم هيك عم يقول المفروض تتبع العلم. اكيد. فاذا الاسباب الوراثيه يجب تجنبها، في الاسباب المكتسبه هي ضروريه جدا، هي الرساله. في حاله التهاب السحايا صار عندنا ماساه والله من شي سنه. التهاب السحايا هو اكثر سبب مكتسب لنقص السمع. نعم. اذا صار صمم بعد التهاب السحايا يجب اجراء زرع القوقع خلال 4 أسابيع ماكسيموم. نعم. السبب التهاب السحايا إذا أدى لصمم خلال فترة من شهر لشهرين يؤدي إلى تكلس ضمن القوقعة وبالتالي استحالة العملية. نعم صحيح. لذلك يجب مراجعة أول ما يتعافى من التهاب السحايا فورا لمركز مشهد دبي اللي هي فيها زرع القوقعة، ويجرى الزرع بشكل إسعافي وبالطرفين لإنقاذ الأذن من التكلس. إذا تكلست ما فينا نعمل. ممتاز دكتور جمال قسومة، أنا حابة أشكرك ما شاء الله، كفيت ووفيت في تعريف بالأسباب اللي تؤدي إلى الصمم. أنا أستسمح منك ما أقدر أخذ منك معلومات زيادة لأن وقتنا انتهى، لكن إن شاء الله يكون معك لقاء آخر نطرح فيه الأسباب والعلاجات المتوفرة وغيرها عن أسباب فقد السمع. شكرا لك دكتور. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا. سلامي. صباح الخير. سلامات. مع السلامة. رح نطلع إن شاء الله فاصل ونكمل بعد الفاصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. أنا بس بعقب على المعلومات اللي طرحها الدكتور جمال قسومة، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، لأن المعلومة اللي طرحها معلومة جدا مهمة، اللي هو أهمية انتباه الأم لسمع الطفل. احنا يعني كوني طبيبة أسرة وأقعد في العيادة، تمر علينا بعض الحالات الأم اكتشفت أن الطفل لا يسمع في عمر جدا متأخر، يعني عمر 4 سنوات و5 سنوات، هذا عمر جدا متأخر. ليش؟ لأن الطفل مثل ما قال الدكتور، يعني خبرتنا كأمهات من عمر 7 شهور ل8 شهور يبدأ يناغي، يبدأ يقول مام بابا، يبدأ يسوي أصوات، وعلى عمر السنة يبدأ يتكلم شوية، على عمر سنة ونص إلى سنتين يبدأ يكون جمل. فهناك تطور يعني معروف للأطفال. فتستغرب لما تلاقي الأمهات يوصل طفل عمره 4 أو 5 سنوات وتوها تكتشف أنه أصلا عنده كان مشكلة في السمع وهو ما يسمع. طبعا هناك الأسباب المكتسبة، طبعا يكون طفل أصلا كان يسمع من قبل، لكن لا سمح الله صاب مرض حرارة العالية جدا، الحرارة العالية جدا لفترة طويلة تصاحب مثلا الزكام أو غيره، ممكن تسوي تلحق أضرار بالأذن الداخلية، وبالتالي يكون الطفل بعد هذا ما يقدر يسمع. لكن نتكلم عن الأطفال اللي أصلا من الولدة وأصلا ما قاعد يسمعون، فالأم تنتبه متأخرا أن الطفل ما يسمع. فهذه السنوات اللي ضاعت من عمر الطفل سنوات ذهبية، لأن الطفل كل يوم يكتسب كلمات من اللي يسمعها من عندنا إحنا في البيت ومن محيطة. فكونه هو يوصل خصوصا جريب عمر المدرسة، يعني 4 سنوات أو 3 سنوات ومفروض يدخل المدرسة، والحين ما عنده معجم لغوي، ما عنده مفردات، فهذا رح يعاني صعوبة شديدة في المدرسة. فنبقى الأمهات مثل ما تفضل دكتور جمال، إنه إذا أنت شكيتي أن الطفل لا يسمع، ما شاء الله الحين يعني وسائل التواصل موجودة والإنترنت موجود، تسوون سيرش على الخفيف، اسألوا حواليكم، اسألوا الطبيب. ترى الأطباء خصوصا مثلا طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال، هذه مثل يقول عازتهم الحقيقية. لما أنت عندك شك هل طفلي يسمع أو لا، فهالأشياء المصيرية توجه للطبيب، ودي الطفل وخليه يفحص على الطفل، أتأكد هل هو يسمع أو ما يسمع. لأن فعدم السمع هي عبارة مثل ما قلنا عن سنوات ذهبية، ترى إذا طافت بعدين مواكبتها يتم شوية، يكون الموضوع شوية أصعب. فما نهمل الموضوع. أنا مو شيء زعلني غير أسمع أمهات تقول عادي كل أحد في العائلة شيء، كل عيالنا في العائلة شيء. ما في شيء اسمه كل أحد في العائلة شيء، لازم أنت تكوني أم واعية. ما علي، حتى يمكن عائلتكم مثلا عندهم هذا الطبع، أنت كسري هذا السايكل، قولي لا أنا بكون أم واعية، باخذ طفلي يشوف الطبيب عشان يتأكد هل هو يسمع أو لا، بخصوص السمع بخصوص أي شيء ثاني. ما نبى تتم الدائرة هذه، لا والله أمي تقول لي عادي، والله خالتي تقول لي عادي، ما نبى هل إفتاءات في صحة أبنائنا وفي صحتنا. توجهوا للعيادة، خلي الدكتور يشوفكم،
هذا يسمونه استثمار في الصحة. لما أنا أتعنى وأسير أنا أستثمر في صحتي وصحة عيالي. من موضوع فقد السمع رح نروح للدراسة. قالت نتائج دراسة سويدية جديدة أن مراقبة تغيرات الذاكرة وسرعة المشي بداية من منتصف العمر تساعد على تحديد من هم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالخرف. طبعا لا يوجد علاج للخرف، وقد لاحظ العلماء ارتباط بعض العوامل بتطور المشكلة. يعني ما في علاج للخرف، لكن المسألة أو المرض أو الخرف يتطور أكثر. شو هي العوامل؟ التقدم في العمر طبعا، ارتفاع ضغط الدم، وقلة الحركة والمشي. يا سلام، أسلوب الحياة الصحي دائما ننصح فيه. قام الباحثون في مركز جرياتريك كلينيك بالسويد بمراجعة بيانات عدة دراسات بلغت عدد المشاركين فيها حوالي 10,000 شخص. يعني دراسة ما شاء الله تجيل، يعني كمية الناس، عدد الناس اللي سحبوا بياناتهم كبير. منها بيانات تم جمعها بواسطة مايو كلينيك الأمريكية والدراسة الوطنية للصحة والشيخوخة بالسويد. أظهرت النتائج أن تدهور سرعة المشي بمعدل قدمين في الثانية، كيف واحد يحسبها ما أدري، مع تراجع قدرات الذاكرة يرتبط بتضاعف خطر الإصابة بالخرف 3 مرات. واعتبرت الدراسة هذه العلامة من المؤشرات القوية الاحتمال الإصابة بالخرف. يساعد التعرف على من هم معرضون بشكل كبير لخطر الخرف لاتخاذ إجراءات، مثل ما قلنا ما في لعلاج، لكن إجراءات تبطئ من تدهور قدرات الذاكرة. وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرت في جورنال جرياتريك، لا يعتبر ضعف الذاكرة الذي يحدث مع التقدم في العمر علامة خطر كبيرة، لكن يمكن اعتباره مؤشر خطر إذا صاحبه تراجع في سرعة المشي بمعدل قدمين في الثانية. خلونا الحين من الخرف والقدمين في الثانية، احنا الحين نبقى نأكد على معلومة جدا مهمة قلناها أكثر عمرنا بصحة وسعادة، وأعتقد أن الكل عنده الحين هذا الوعي بأهمية إدراج النظام الرياضي أيا كان، لعب حبل في البيت، ركوب سيكل، مشي، سباحة، إلا أنتوا تحبونه. إدراجه ضمن نظام حياتنا بشكل مستمر مهم جدا للحفاظ على صحة أفضل. وقبل كانت الدراسات، وهالكلام أنا أذكر قلته قبل مدة في صحة وسعادة، قبل كانت الدراسات بس تركز على أهمية الرياضة للصحة البدنية، يعني ان وزنك يقل، مرونتك تكون افضل، تجلط نسبه او خطر الاصابه بالجلطات والجلطات وامراض القلب اقل عندك، ينظم لك السكر وغيره، كانت تركز على هذا. حديثا نلاقي دراسات لا تربط الرياضه بالصحه العقليه اكثر. لان ليش؟ لان مع تطور العلم وتطور العلاجات صارت الناس تعيش فتره اطول، فالناس لما تعيش فترة أطول تبقى تكون بصحة أفضل، ومنها الصحة الذهنية. ما حد يبي يوصل عمر 70 أو 80 ويكون عنده خرف أو باركنسون أو أيا كان، أو في ضعف الذاكرة جدا يكون كبير بحيث أنه ما يرمي يتذكر عياله، ما يرمي يتذكر شو سوى قبل شوية، ما يرمي يتذكر مكان مفاتيحه. فصارت الدراسات تربط النظام الحياة الصحي بصحة العقل، مثل ما قلنا الناس تبقى تعيش فترة أطول بصحة عقلية أفضل. فمهم جدا 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 ان احنا نحرص على ادراج النظام الرياضي في حياتنا. ودائما لما نقول ادراج نظام رياضي او رياضة في حياتنا، ابدا ما نقصد روحوا ادفعوا الى جيم او اشتروا جهاز او ايا كان. المشي الرياضة تقريبا مجانية، ما عادة كرمون الجوتي اللي بتشترونه تستثمرون في جوتي زين، وبعد هذا الرياضة مجانية 100%. تروحون توسعون صدركم، تتمشون، حتى الهواء في الرأي يتجدد عندكم بدل ما انتم قاعدين في البيت طول اليوم قدام هذا الجهاز اللوحي او التلفون او التلفزيون. اطلعوا برا وتتعرفون على ناس جداد. تصدقون ان المشي لما تتمشون في الممشى يساعدكم ايضا توسعون علاقاتكم الاجتماعية، تشوفون ناس جداد. ممكن تشوف جارك اللي صار لك ساكن حذاله 10 سنين وما تعرفه، تشوفه هناك في الممشى ان شاء الله. يساعد ان احنا حتى تكون صحتنا افضل نفسيا وعقليا. وفي دراسه من زمان سويتها اعتقد اذا ما خان يظن جامعه هارفارد، كانت تقول ان الناس اللي صحتهم الذهنيه افضل لما يكبرون هم الناس اللي تكون علاقاتهم الاجتماعيه ايضا افضل. فتخيلوا يعني نستفيد ان شاء الله من جميع النواحي لما نصير احنا نمشي.
اولا نحسن معدل التحكم، نحسن معدل السكر، نحسن التحكم بالضغط، نحسن الكوليسترول، نقلل خطر الاصابه بامراض القلب والشرايين وغيرها، نحسن الصحه العقليه مالتنا ويقل خطر الاصابه بالخرف عندنا والباركنسون وغيرها لما نكبر، وايضا تكون صحتنا افضل نفسيا لما نشوف الناس ونتعرف عليهم ونبني علاقات اجتماعيه جديده تسهم في تمتعنا بصحه عقليه افضل لفتره اطول. فهذه رسالة لنا جميعا، إن شاء الله قبل ما يحر الجو بدل نخلي يعني شوية في الصيف، روحوا اتمشوا. أهم شيء نلبس جوتي الرياضة، لازم جوتي للرياضة لعشان ما نروح نتمشى ونرد ويكون عندنا بعدين إصابات في العضلات بسبب أن تكرمون الجوتي ما يكون يوزع الوزن بالتساوي، بالتالي يصير لنا مشاكل في العضلات. احنا وصلنا الى نهاية برنامجكم برنامج صحة وسعادة اليوم، ان شاء الله كنا خفاف عليكم في خلال هذه الساعة الاذاعية. شكرا لك ايمن سرحيل، شكرا لك ميرا المري، شكرا مرة اخرى للطاقم الاعداد في هيئة الصحة بدبي، ادارة الاتصال المؤسسي، ادارة الاعلام لتحضيرهم فقرات صحة وسعادة كل يوم. محدثتكم دكتورة ندى الملة، ان شاء الله بالحياة بكون معاكم غدا مرة اخرى في صحة وسعادة، فإلى ان القاكم بالغد اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.